Bon courage. Shukran. السلام عليكم. العمل لا. أنا المساعدة الاجتماعية الجديدة. تفضلك. صباح الخير. صباح الخير. أنت هي المساعدة الجديدة ياك؟ إيه هذا أول نهار عندي. خلوا على شوية. لا لا ما عندك علاش تخافي. أنا سارة. أنتوكا غادي نعاونك في هاد لي بخومييي جوغ حتى تعرفي الخدمة كيفاش دايرة. شكرا بزاف أختي سارة. والله ما عارفة منين نبدا. تشرفين بعدا. أنا سميتي مالك. متشرفين يا مالك. دابا بيني وبينك بركة متشرفين متشرفين. تمشي تجي المديرة وتورينا التشريف كي داير. زيدي معايا نوريك الخدمة. شكرا. شوفي مالك. هي بصح المديرة صعيبة شي شوية ولكن واخا هكاك ما زديش عليها حتى تولفي مع الخدمة صافاش ولا خصك أي حاجة أنا جو سويلا. شكرا بزاف. مرحبا بك. بارك الله فيك. مي سوا سيغ غادي تولفي دغيا ما تخافيش إن شاء الله. كيما شرحت لك قبيله مالك هذه هي الجرده اللي كيخرجوا ليها النزيلات. ها مدام حياني. بونجور مدام حياني. بونجور مالك مزيان؟ عجبك الحال عندنا؟ عجبني الحال. سارة مالك دابا راه مسؤوليتك تعرفي على النزيلات وريها للمرافق ديالنا وريها شنو دير. صافي سامح شكوني هانية غنوريها الخدمة كي غادا. مالك الخدمة ديالنا راه ما كتبغيش الحشمة بزاف بغاتكش تكوني حشمانة. صافي مدام كوني هانية راه دغيا كنتعلم. تبارك الله عليك باينة فيك. شكرا. صافي سارة نخليكم تخدموا ووريها شنو غدير بالضبط. كوني هانية مدام ما تنساش. واخا يلا تبارك الله عليكم. ميرسي. شكرا مدام. شحال ظريفة مسكينة. هي ظريفة ولكن ترو ستريكت وصارمة في الخدمة ديالها. شنو غنديرو دابا؟ دابا يلا نقولك شنو غنديرو. كيما قلت لك مالك دابا بعد النزيلات هاهما هنا في الجردة واحدين اخرين باقيين في لا شومبغ ديالهم خاصنا نمشيو نجيبوهم باش نهبطوهم لاكونتين ونفطروهم. شنو سميت هذيك المرأة اللي تما؟ شنو القصة ديالها؟ هاد السيدة سميتها سعاد. كلشي هنا كيعيط ليها ماما سعاد. مسكينة عندها مشاكل بزاف. ما كتنبش ما كتهبش. النهار وما طالو هي جالسة في داك الكرسي مقابلة داك الشرجم اللي هي الفوق. مسكينة. مالك دابا عندك اختبار. غادي تمشي لماما سعاد غادي تديها للشومبغ ديالها. غادي تعاونيها باش تغسل يديها وتغسل وجهها ابخي تهبطيها على كونتين باش تفطر ياك باش ابخي تعطيها التريتمون ديالها. داكوغ يلا. يلا نمشيو مشيو باش تغسلي يديك وجهك مشيو باش تفطري. ماما سعاد يلا نمشيو يلا نمشيو عليك نمشيو عليك قربنا ما بقى والو. هذه هي ماما سعاد ما كتنطش من الكرسي ديالها بسهولة. أنا غنعاود نحاول مرة أخرى. فازي ماما سعاد يلا نمشيو. يخرجوا شكون هادو اللي غيخرجوا؟ هما غيطلوا. شكون هادو اللي غيطلوا؟ يا عزيزة تعطلتي عليا خسر براسك
ما تخافيش اخويتي كلشي غيدوز بخير وعلى خير. سيري انا غنجيب لك الماء ونجيب لك الفاطر. السلام عليكم. السلام اختار. جيت تفرش الماتش. شكون اللي لعب لي؟ سكوت لندا والبرازيل. وفي داك سي مصطفى؟ سي مصطفى خرج من الصباح باقي ما بانش. واخ شوف جيب شي قهوه على حساب سي مصطفى. ولا كاس. حتى هذاك العام. الله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا صدى ربي الحمد لله. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك العزيزة. يا ربي شتي العزيزة سمحي لي. الله يخلف والله يقوي الخير. الله يخلف يا ربي آمين. الله يكثر خيرك. سادي 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 تبارك الله تبارك الله على سلامتك بنتي اللي تفكيتي على خير. الله يسلمك امي امتي الله يخدك عليا. شتي امي امتي شحال زوينه. زاله انا مزينه تبارك الله. الشبيهه اللي باقا ما بانت ليا ما عرفت واش كتشبه ليا انا ولا السي مصطفى. ويلي غانسي السي مصطفى. شنو السي مصطفى الله يهديك لقينا هاد السي مصطفى دابا يعتجينا ما لقيناه. بشويه بشويه راه كتغوتي ليها فودنيها. بنيتي وقع هاد شي حاجه قياس الخير. البنيه اللي كنا نترجوها من امتى ما خلينا فوقيا ما خلينا طبق ومنين جات ما لقيناه. امامتي الله يهديك باش كنغير عليا غنولد اليوم ياك حتى حنا ما كنا عوالين. على لا شعرك الاخر يبرك حداك يقابلك. دركا شوفي نصاصات الليل هادي كاع ما لقيناه فين ضيع. فين غيكون امي فين؟ انا في خدمته راكي عارفه السي مصطفى كيت يقتف واحد الا مشى تشوه قهوته بيدو ما يجيش. هاك امك الله يا بنتي ما كلتي والو. ها هو جو بخير. تبارك الله عليك اللي احتاجينك ما لقيناك. المرأة ولدت بوحدها وانت عاد جايني في هذا نص الليل. سعاد على سلامتك. على سلامتك. على سلامتنا. يسلمك سمي الله. بسم الله بسم الله بسم الله. ما كانش نهارك هذا كون عرفت كون جيت بكري. يا ربي بغاها اليوم. اش غنديرو نقولها ما تخرجيش. بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. اش بغيت تسمي بنيتك؟ سميها انت يا سعاد. انا الا جات عليا مكرهتش نسميها على امك الله يرحمها لطيفه. سميها زوينه وغاتجي معاها. اش بالك لطيفه سميها زوينه. ايوا صافي سيدي بسم الله. قولي اختاش غتمشي تجيب الحولي باش نعرف وقتاش غنديرو الأسبوع نوجدو ليه. هنا أسبوع سعاد. ها؟ كي غندير هاد الأسبوع أنا واش الخدمة عندي راه ما كتدخل والو راه القهوة راه تمارة وصافي. ويلي يا سي مصطفى ياك كضل غادي جاي القهوة وتقول لي الخدمة كاينة والناس غاديين جايين والكورة أشنو؟ غادي جاي ولكن الخدمة راه والو راه الناس راه ما كتجيش بزاف ناس كتفرج في دارها وزيد على المصاريف ديال الخدامه وزيد الماء والضو.
اش تدير؟ اش تدير يا سعاد؟ كشت خذ هاد الخميسة وانا داك داك سرت لي جبتي لي بيعهم وفكوا هاد الحصة. شتي يا بنتي يا سعاد، واش انا اللي خصني نعطيك ونزيدك تقول لي ها؟ واش مصطفى واش غتسخفني كثر ما انا سخفانة؟ شدي وقول بسم الله وبيع هادشي شوف شنو غيجيب لك. ياك انت اللي جبتيهم من بعد خلفهم لي ان شاء الله. إذا النتيجة المباراتين لصالح المغرب الآن، المغرب هنا يتقدم والبرازيل هناك تقدم. وبصير من الخلف حلوة يا بصير ويدخل بصير وهذا هو الهدف الثالث وهذا هو الهدف الثالث. هدف المغربي الثالث من بصير صلاح الدين، هدف مغربي ثالث من بصير صلاح الدين في الدقيقة 40. حلوة يا بصير على هذه اللعبة، حلوة يا أحد نجوم المباراة. شحال دايرين؟ معلم صافي تزيد التمرين 3-0 جات فيهم بصير وحيحة. لا لا بصير معلم، ولكن بلاتي سالي الماتش ديال النرويج مع البرازيل عاد نفرحوا. أنا نبقى والو معلم صافي إن شاء الله دايز على بود الدراري اللي لعبوا. تالي النرويج ماركاو تقدم على البرازيل بهدفين. ما بغيناش ندوز بهذه الحالة. ماذا سيحصل؟ شوف دابا بنا ما غادي يكونوا نيرفي. حضر لي يا عباد الله ليس نتوبلا ما يخلص وات الله يرزق شو هذا شو ندير انا هنا اكيد ندوماج ما تزناش. قولي لي دابا هاد راجلك باقي ما دخل الصليل هادي وباقي ضايع في الزناقي شويه مرة لطفا ما بغاتش نحس لي انا مزاوكه فيك بالاخوات راه في القهوه فين بغيتي يكون راه خدام علينا اش بغيتي يدير بغي يجي يجلس هنايا على اللي يدخل يقابل بنته ويقابل دارو واه ها واش ارتاحي مع راسك هباش. يا مرات عمي صباح الخير. هباش صباح الخير يا سعاد. كي دايره الغزاله ديالي؟ كي دايره يا رب شحفاني ما بغات كاع تنعس. اي تبارك الله تبارك الله الحمد لله صافي قدينا الغرض ياك خليني عاد نبدل الحوايج. الحمد لله. الحوايج دابا هاربين مرفعت سولتك السي مصطفى هاك ها فلوسك هاك بسم الله هادشي اللي شافو صافي راه زيت منو ماشي حاجه خلصت واحد مول السلعه شوي عرفتي اش غديري انا غدا غنجيب لك فلوسك وهنيني كتغلق انا سولتك ما بيناتناش بغيتي حتى هادو خوتهم لحقاش انت جالسه هنا راك ما عارفه والو راه ما كاينه خدمه صافي اسمح لي انا قلت مع راسي يمكن كاين الرواج ما كنشوفو داخل خارج كنت دخلت نسسات الليل قلت راك خدام هي الرواج اربعه جالسين لك على برا ديالتي واه الرواج ملي جا بصح وصافي بلا ما تقلق شوف بغيتي حتى هادو خوتهم بصحتك صافي صافي بلا ما تحس بعافاك الو عاصم صافي كيداير
لاباس. وانا ما والو. كيفاش والو؟ مصطفى ما غاديش يجي عنده شي شغل. والله تعرفت ويلي هذا باغي يفقصك ويطعنك في القصه. فرجه فهمت فكره عندنا الناس دابا يلاه زيد صافي سيري. مزيان زوين تبارك الله. غير هو كتبغي لك شي سبوع كبير. ماشي مشكله امي. المهم وفرحان بلطيفه. الراجل مقود لاسبوع مقود وهذه ولدتك الاولى وما جاش تيحضر معاك لبنته. راه عنده شي شغل يقدر غديش اويلي شنو شغل في هاد النهار. واش بغات نكتي عليا اليوم؟ صافي عنده شغل خليه يقدر. واش بغيتي تجي تبند هنايا وسط العيالات؟ صافي صافي بنيتي ما قلت والو. اسمحي لي دكتور أمضر. راكم سعود وليد ياك وليد والمدام لاباس عليها؟ كلشي بأمان الله. هي نقدر نشوفهم؟ معلوم واحد خمسة دقائق بحال هكاك تقدر تفضل. شكرا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا دكتور. سؤال مازال فايق بقى بالي مشوش معاك. اش مشغول هذا اللي شدك ثلاث ساعه؟ مشغول في القهوه. ويلي واش انت ما جيتيش السبوع ديال بنتك باش تقول لي القهوه؟ ملي كنمشي ندور بشويه. واش غادي نجي نديروا نتوما غير العيالات بعضياتكم؟ بشويه واخا العيالات بعضياتنا ما قلتيش نحتاجوك في شي حاجه. بغيت تجيب لي شي حاجه مسلقه نخرج انا هكا. فاش غادي تحتاجوني انا ما مشيت حتى تقديت كلشي؟ اش بغيتي مازال؟ سيدي ما بغينا والو. بغيناك غتكون معنا وتفرح حتى انت معنا وتحضر معنا. واش انت هاد البنت ما غتحضر لا للولاد لا للسبوع لا والو؟ بغيت غير نعرفك فين غتكون. كنمشي انا نخدم باش نجيب لكم ما تاكلوا. اجي اسيا سي مصطفى اجي. اشنو ما ندويوش؟ لا دوينيت. فين غادي؟ غادي القرين اللي ضربني. هي فين غادي؟ واش انت ولي في ديريه الكوميساري انا؟ فين مشيتي فين جيتي فين تعطلتي؟ كرهتيني في الدار. يا ودي دابا اسي مصطفى راه غدوي لك معاك. شوفي انا جبت لك فطورك بصحة وراحة. برافو عليك مالك ما عندي ما نسالك قدرتي تجيبيها. دخلت لي الخاطري بزاف. شمتا بنوكلها؟ لا لا غير خليها دابا تاكل بوحدها. شنو غنديروا دابا؟ ما عندنا ما نديروا حنا حداهم. الا خصاتهم شي حاجه نعطيوها لهم. هاد الناس كاملين تخلاو عليهم ولادهم وعائلاتهم. انا كلها وقصتو كاين اللي سمحوا فيهم ولادهم وعائلاتهم كاين اللي ما عنده حتى واحد وكاين اللي ما قدش على المرض ديالهم وجابهم هنا لحقاش مساكن
خاصهم عناية خاصة. كل اللي عنده والدي ويسمح فيه. ما شفتي والو. بحال غير اليوم عيطوا واحد جوج قالك باغين يجيبو امهم. حقا ما حقا عايشين في الخارج وما كاينش اللي قابلها. باز البنادم شحال ولا قلبو قاصح. كون كانت عندي ماما كون درتها في عينيا. سعاد؟ سعاد؟ أهلا أمي أنا. ما كيف البيت أبنيتي؟ عاود ثاني كتبكي. ثلاث أيام هذه ملي خرج من هاد الدار وانت غاز على البكا. ما عييتيش أبنيتي؟ الله ما لقيت لي صبر أمي. ما كديتش على داكشي اللي دار لي. يلا رضي لك شدي شنو هادشي امي مشيت عندو القهوة عطاني هاد وعلاش امي قلت لك من سمعي لي امي كل ما بغيت من عندو والو اخوتي الله يهديك حضر رزقك ورزق بنتك بنتي كيفاش ما بغيتي والو قولي يا امي قالك عليا شي حاجة؟ واش مدو عليا كاع ياك؟ قول لي واش مدوش عليا؟ واش أنا مشيت نتحدث معاه؟ أنا عطاني هاد وخرجت في حالاتي وفين كيبات؟ قول لي يا مويا بلا تخبيش عليا قول لي فين كيبات؟ والضرب وجايها فين غيبات؟ في القهوة مع سراق الزيت صباح النور ملكة امتى فقتي انا فايقة في الصباح بكري وجدت الحبيب ديالي الفطور وكنتسناك تفيق الفطور انا وياك يلا نوض ما عرفك ما ترديهاش لي فوجي ديني معاك البلاد ارحم لك الوالدين لما ديني معاك البلاد واش انتي هبيله ولا مالك عباد الله انا ولدت هبيله ما عرفك ما عرفك هذه راه دارك ودار بنتك سمعتي ما تخويلوش الدار دابا يدور تاعي ويجي كيرغب ويزاوق ويبوس لي يدين والرجلين انا وفين قلت لك كنظن جنبي والله ما عرفت وين هاد الشيطان ما عرفتش امي ما عرفتش عيطت بالتخمام قطعتي لي قلبي يا بنتي والله يسر عليك باركه ابنيتي راه قلبي طاب الله يرضي عليك عافا بنتي وصافي فنوضو نجي الماكله واخا صافي واخا ونحكي لي ديك الضحكه ديالك هافك يا امي هافك وبيسرك الله يرضي عليك يا رب تفرج يا ما يخليك ليا بلاش فينا وناس بسلامتو فاق ورداتو وبدلت له حويجات ورجع ناس وهمشي ننوض باش ما نطلش يلا انا غادي ندوش ونفطر بجوج صافي بصحة وراحة هذاك الساعة صباح الخير المعلم صباح الخير كي داير الخدمات الصباح بخير فقنا الصباح بكري حلينا فطرنا الناس اللي موالفين تيفطروا عندنا انت تشوف الامور كلها غدا على خير وبخير شوف المعلم راه مين تكون هنا راه بحال كاين انت راني عارف قيدتي كلشي تما كلشي مقيد المعلم انت غتشوف يلاه كمل شغلك الله يخلف
معلم نسيت ما قلتلكش، جات الحاجة خديجة كتسول فيك، قالت لي غير يجي قولي ضروري يجي عندي للدار. واش قلتي ليها؟ قلت لها ما كاينش هادشي اللي كاين المعلم. صافي غير هادشي اللي سولات. هادشي المعلم اللي سولتني قالت لي واش كاين؟ قلت لها راه ما كاينش. يا معلم واش انت مبيتش في الدار؟ واش انت ما يمكنش تمشي تكمل شغلك؟ حتى هذا كلام المعلم. كيف العادة؟ زارتنا البركة سي الحاج. مرحبا بك. مرحبا بك. كي خليتي مالي الدار بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير وكلشي في امان الله. ولي ولدي اش هاد الحالة؟ واش غنقول لك الحاج؟ الحمد لله على كل حال. انا جيت زعما باش نبارك ليكم لقيتكم في هاد الحالة. شوف ولدي سعاد راه بنت اختي وانت بحال ولدي، ما تحشمش مني وما تقلقش الا قلت لك هاد الهضره. انا راه ما بغيت لكم غير الخير، وهاد الحاله اللي نتوما فيها راه ما عجبانيش، وانا راه انا ما بغيتش نعرف شنو بيناتكم، ولكن هادشي كله راه ما يستاهلش. كل واحد فيكم يتنازل غير على قبل ديك البنيه ديالكم الله يخليها عليكم. اجهر لك بنيتي. خلي اللي قلتيها هي اللي تكون. ايوا نو ديبوسي نو ديبوسي راجلك راسو. يلا نو ديبوسي ليه راسو. وجلسي حداه. سي مصطفى. بوش راس مرتك. يلا يا رجل هكذا نبغيكم، هكذا نبغيكم الله يتاويكم للخير. اللي خطيك عليا خويا ونضحط لكم الغداء. لا هذيك باش نتغداوني تجمع ونشد انا الطريق. لطيفة في البيت؟ اه ناس نمشي نشوفها. أنا ما نعاون ما يخلي. السلامة السي المختار. الله يسلمك. هي شي قهيوة. وإلا عتقتيني بها وعلى حساب السي مصطفى. حتى هذا كلام. واحد السلام عليكم. مختار جابك الله. لاباس اش واقع؟ اودي واش اللي عنده الحريره بحالي غادي يكون لاباس. ياك باس عاد مرتك عرفات. احنا على فالك. لا لا ما عرفتش. ايوا اش واقع؟ الامور بخير وعلى خير. والله ما عرفت المختار واش هادشي اللي درت صح ولا غلط. انت زعما راك عارف كلشي. سبع سنين وانا كنتسنى بلا ولاد، ما خلينا طبا، ما خلينا فقا والو. حتى تزوجت بواحدة أخرى باش تولد ليا عاد هي خرجت حاملة. أسي مصطفى، أنت ما درتي عيب، درتي الشرع والقانون، وداكشي من حقك. ويه، ولكن راه وليت مقسوم على جوج، ما حيلتي لهادي ما حيلتي لديك، ودابا كملوها وجملوها، ولدوا ليا في سيمانة واحدة. الله يسلمك. على يديك البغي الحشار. بسم الله. زيد 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 عند بابا. اوي اوي كي كنتي؟ لا مش ضروري. بابا شحال رحت لك العشاء؟ لا لا تعشيت. تعشيتي في القهوة؟ اه ايوا بصح والله فيها بس
صحتك. اوه آه بابا لطيفة. آه بابا جا. أنا جاهز. هاك النهار كامل كامل كتمحني يا حبيبة كتشوف فيك تمحشاتك وسكينة. الصراحة توحشنك كاملي. عرفتي أسي مصطفى هاد اليوم ما كنتيش في الدار ولا ما كنت نعس توحشتك هاكا نجلس ونهضر معاك تكون معانا الله يخطك علينا. أنا كان واقيلا فيها الجوع بغات ترضى. أنا نيت عييت بغيت نمشي الناس. جاية كندير انا توحشت راجلي حبيبي وجيت نشوفه وما عنديش الحق. قلت لك ما تجيش لعندي للخدمة حتى يكون عندي الوقت نجي لعندك. واخا سيدي نقولوا انا ماشي مشكل نصبر. وبلال شنو نقول ليها باك ما بغاش يجي يشوفك ولا ما عندوش الوقت ما كتوحشوش؟ والله الا توحشتكم والله اعلم. اليومين فاش ما شفتكمش كما كان كيجي النعاس. حتى انا ما كيجينيش النعاس ملي ما كتكونش معانا ما تبقاش تغيب. انا غادي نحاول نلقى الوقت ونجي غير الناس كتشوف دابا وغادي نبداو يسولوا سيري تقولي نحاول بغيتك اليوم تجي تعشى معانا. صافي واخا انا غادي نمشي يلا سيري. صافي صافي توعدني. وصافي قلت لك اه يلا مشيت يلا. معلم شكون هي القرطاسة هادي؟ أنا اللي غادي نقلطتك هي اللي ما ديتهاش في راسك. يا سيدي تخدم ماشي شغلك. حتى هذاك لا. مساء الخير. تعطلتي؟ غير تعطلنا شوية في الخدمة اليوم. ما عاد جيش
العشرة وجد قبيل وانا كنسينك. لا ما بقى فيه مزيد والله. غير هادي حبيبي غير هادي. شبعت يا مالكة. عجبك شي عشايا؟ بالعكس الطاجين ديالك يا سلام الله يعطيك الصحة. على خاطرك. الله يخليك. شتي كون كنتي كتجي عندي دايما هنا كل نهار ندير الحبيب ديالي شي هو في شكل. غادي نبداو عاوتاني. انتي كنتي عارفه الظروف ديالي وموافقه عليها؟ كنت موافقه عليها. دابا بزاف ديال الحوايج تبدلوا وبلا ما تبقى تكذب على راسك. حيت انت كترتاح عندي انا اكثر ما كترتاح معايا هي. انا تعطلت بزاف خصني نمشي. أعطيني الفيسة يا ملكة. أنا أعطيها لك لكن بلاتي ما زال ما سخيت بك. سعاد كي صبحتي لاباس؟ مزيان مزيان الحمد لله. عرفتي البارح كانت خدمه كثيره في القهوه و ضربناها تمارا عييت وانا ندات القهوه. عارف مش مشكل. لطيفه نعسه؟ اه سير انت انا بغيت تشوف. غنمشي نشوفها ونبدل عليا نيت حيت خصني نرجع للخدمه. نسيتك غادي يكون عاوتاني اليوم واحد الماتش وغادي نتعطل شويه ولكن غادي نجي غادي نجي ماشي مشكل. نعاونك عليها. امين. خالتي حليمه خالتي حليمه واخالتي حليمه خالتي حليمه سويت اسمع لك. خالتي حليمه الله يرحم لك الوالدين واحد بنت عمي مريضه شويه خصني نمشي نطلع عليها بغيت نطلبك واحد الطليبه. ياك لاباس عقوله بنتي شنو بغيتك تشدي لي لطيف الله يجازيك بخير. ويلي الحشومه عليك بنيتي تقول لي شدي لي لطيف عاري عاري حنا جيران زعما. الله يلا حشمنا منك خالتي لطيف. لا لا تحشمي والو. يلا يلا واخا بنيتي وصك ديالها خالتي راه فيه كلشي. صافي 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 سيري كوني هانيه. هيا 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 يا بنيتي هيا حبيبه ديالك صافي صافي.
السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. تعطلتي كي داز نهارك؟ ايوا شويه الحمد لله الحمد لله. ديري الفينا في البيت شي نشوفو تبعشت. بلال ولدي اش 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 بوب 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 بوب. اجي عند بابا اجي عند بابا. اتوحشتك يا ولدي. وانت شكون غادي يدق في هذا الوقت؟ ما عرفتش انا ما كنتسنى حد. شوفي شكون. بلاتي ماما انا اللي كتسولي على شي حد. شكون مالكة؟ انا مصطفى. انا بلاتي سعاده خليني غير نشرح لك. عندك ما تشرح لي هذه الخدمه اللي عندك هل تعجب ما بقيتي جلده؟ قول معايا قول لي واش هادشي علاش ما بقيتيش تجي للدار؟ وقول لي واش هادشي علاش ما بقيتيش كتجي للدار؟ قول معايا قول لي دوي شوفي سعاد يلاه عافاك لدارنا ونهضرو. ما عندكم فينا تمشيو؟ جات خليها تعرف كلشي وتفرقع هاد الرمانة. اليوم كل وحدة فينا تعرف حقها ولا ليها ولا عليها. سكتي انتي. علاش غنسكت؟ كنت على حقي وحق ولدي. خليك سعاد. اجي مصطفى فين غادي؟ تمشي شوف لا دير شي فضيحه. ما تخافش ما غيوقع عليها والو. هذاك راه غير توحيد ديال العيالات. دابا تفهم هادشي كان خصها تعرفو خصها تعرفو. خليني مالك كنمشي الله يرحم باك. فين غادي مصطفى؟ اجي لهنا. شنو هي مرتك وانا لا؟ هذا ماشي ولدك جايبها من الزنقه باغي تبعها؟ يلا سير تبعها. مصطفى مصطفى سعاد اش كدير دابا سعاد؟ الله يهديك علاش كتجمع في حوايجك؟ خلينا غير ندوي ونشرح لك. اش غتشرح لي يا سيدنا؟ اش غتشرح لي؟ فهمت كلشي؟ بغيتي تزوج وتولد الولد؟ انت ولدتي وانا فهمت عطيني اتصال بعد من اسم مصطفى. الله يهديك سعاد انا راه اتفقت الامل باللي غتولدي عاد مشي تزوجت. قولها لي دوي معايا وقولها لي وطلقني وسير تزوجت ثماني ما يجدك حد. ماشي انا جالسه كتقول راجل خدام عليا راجل كيجيب لي ما ناكل انا وامي راجل مسكين بالليل وبالنهار خدام وما مساليش وانت نعس فراش واحده اخرى. ها ديك الوحده اخرى راه هي مراتي يا زعاد. لا لا مرتك هي عادي. مرتك هي اللي بعت ارض جدودها على ودك ونسيتي راسك. نسيتي هي ما كنتي من الاول خدام عند عباد الله وكلشي كيجري عليك من قهوه لقهوه وانت كتقلب غير حد فارك موسخين ما كتعرفش تلبس في حوايجك حوايجك كلهم موسخين. بعت دابا على ودك مصطفى بعت ورتي كامل على ودك مصطفى ولا دابا ولاتي ستي مصطفى من القهوه دابا ولاتي كتعنى عليا وتقول لي هذيك هي اللي بنت الناس وهذيك هي اللي مراه. انت دابا سيدي هاد بنت الزنقه هادي هي غتمشي في حالها. خليني سيدي نمشي في حالي انا وبنتي وبصحتك الولد صحتك المراه صحتك بنت الناس وبنت العائله. خلي بنتي ومشي في حالي. هاديك اللي كتهضر عليها راه بنتي حتى انا ماشي بنتك بوحدك. وملي دابا وليت كتحلف فمك وكتبجعي انا غادي نوريك الرجله شنو هي. ياك بغيتي تمشي بنتي انا ما كتخرجش من داري وانت الا بغيتي تمشي غادي تمشي. مغاديش نمشي بلا بنتي. غادي تمشي بلا بنتي. والله غادي تمشي بنتك وانا غادي نوريك غادي نوريك انا الرجله شنو هي. والله لا تمشي والله لا تمشي برا خرجي دابا يلا مصطفى 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 انا مزوجه فيك مصطفى. سي مصطفى
راسها حشوم عليك الله الا لعيب وعارتي اللي كدير فيه راه موت بنيتك زعما هي اللي بغات تمشي الله يعاونها نهاد الشيطان الله يعطيك السلسله راه قلنا لكم هي اللي بغات تمشي فيك ما بقيتش باغي هاد الشيطان السمس هادشي اللي تدير ما بغيتش باغي دابا بغيتش باغي دابا اللي ما بغيتش باغيك يلا حشوم عليك زيد يا بنتي بنتي ما غاديش تخرج من الدار عيف خويا عيف مالك جرب شحال من خدمة ما خليت فين ما خدمت فين ما مشيتي كاينة تمارة على الأقل هنا ما كاين اللي تعدى عليك ما كاين اللي تفلى عليك واخا بيني وبينك مدام الحياني مرة مرة كتخرج فينا الجنون اللي فيها ولكن حال حسن من الحال مزوجة سارة مزوجة وعندي وليد وأنا وراجلي كنتقاتلوا على الزمان ما شاء الله الله يخليك الوليد ويعاونك عليه يا ربي آمين وانتي؟ مليانة زعما مزوجة مخطوبة 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 هي غاس عرضي لي العرس ونشطح لك لا خشي ما عنديش بو عرس حسن لكم دوك فلوس العرس يلو ديروا بهم مستقبلكم مشي نجيب ماما سعاد الله يا ملك واش نتينا خدامة غير مع ماما سعاد راك خدامة مع كل شي عرفت مشي نجيب ماما سعاد هي الأولى ومن بعد مشي نجيب الأخرين عافاك واخا لالو سيري جيبي ماماك سعاد ماما سعاد يلا مشيو وصل وقت الغدا يلا مشي امشي لعليك يلا ماما سعاد يلا يلا مشي ايه اصبح الله فين وصلتي لا والو لقيتيني سهيت شويه وصافي قولي كتفكري في حبيب القلب اش كتقولي يا صاحبتي غير كنفكر وصافي وفاش كتفكري علاش ماما سعاد ديما عاوتاني ماما سعاد واش انت ما عندكش شغل غتبقي مقابله غير ماما سعاد لا والو غير لقيتيني كنفكر علاش ماما سعاد ديما مسكينه كتبقى جالسه مسمره حدا داك السرج هادشي فاش كنتي علاش انت عارفه القصه ديالها بيان سور كنعرف القصه ديالها شتي انا بجهد الله ما كاينش شي وحده هنا ما عارفاش القصه ديالها دابا خليت نساليو هادشي اللي بينتينا ونعاود لك عجبك هادشي اللي درتي يا مصطفى اشنو اللي درت ما عرفتيش اش درتي ديتي البنت لامها هادشي اللي كدير فيه راه حرام ما هي اللي بغات داكشي وانا ما جريتش عليها وهذيك راها بنتي انا عاد الشيطان هاد البنت لامها الدريه راه باقا محتاجه بما يا سيدي شكون اللي غيربيها لك كاين اللي يربيها بلا ما تهزوا الهمس ياك مزيان تبارك الله يكرم صحيح السيمه كاينه راه جي ودي البنت اسيدي راه المخزن كاين في البلاد حاجه هذيك راه بنتي راه ماشي خاونها وانتم ديروا وجهتكم الله يرحم لك الوالدين هاد الدوسار كان ترزق فيها الله الله يعاونك ايوا حنا غنشوفو مزيان تبارك الله ايوا انتي لك على السي مصطفى شكون قال يخرج منه هادشي
إيه ما عرفت فين كان مخبي هذا الشيء لبنتي. وتخالها اللي كان كيوقف معانا وديما في كتافنا راه مجبد في الفراش مريض حالته كيموت. سيمانة مسكينة وهي كتجلس حدا الباب بزز باش كندخلها تنعس وما عرف جار كتخرج. اخ يعني يا خوتي حليمة كنت سحبني هذا الشيء غيطرى والله خوتي ما نمشي للبلاد. واخا انت كاع ما مشيتيش للبلاد هذا الشيء راه مكتوب والله. انا غادي نشوف اش غديري دابا. اش غندير؟ غنمشي نطرق البيبان وغنمشي للمخزن نشوف اش غيدير معايا. وهذا الشيء خوتي راه ما يبغي لا ربي لا عبدو. غاديش تاكلي؟ لا انا ما في ما ياكل يكون انت بصحتك. شتي هذيك خيتي ثاني شنو دارت اليوم؟ شنو دارت؟ شوها فتحتنا قدام لي صوب اللي ما يسواش كاع الجيران تفرجوا. قالت كتبكي وكتمرمد وكتمرخ تماك قدام الباب. بزاف هادشي يا مصطفى تلقى لنا شي حل. اجي علاش حنا كاع ما نبيعوش هاد الدار ونخويو هاد الحومه ونمشيو نسكنو فشي حومه واحده اخرى ما كيعرفنا فيها حتى شي واحد ونتهناو من هاد الصداع. اش تقول يا مالك؟ واش انا غادي نخلي دار ونمشي نقلب على دار اخرى؟ انا فاهمه عندك الصح ولكن انا ما بقيتش واخد راحتي ما قادره ندخل لا نخرج. شنو نبقى جالسه هكا سد عليا محبوسه؟ علاش غادي تدخلي وتخرجي؟ كلشي كيوصل حتى لعندك. اه كلشي كيوصل حتى لعندي ولكن راه ماشي هكا. كاين ما ولكن ما كنتيش قادره تربي جوج وليدات قوليها. دابا وصلنا لهذا الشيء عشان الشيء اللي مفرطه في حقهم هذوك الوليدات. انا زعما غير قلت لقاو شي حل وصافي. الحل دابا لقاه. الله يهديك السي مصطفى. راه واخا تخبر شهرين ولا ثلاث شهور غادي يمكن ترجع ودير لك المشاكل. خاصك تلقى شي حل. ايوا اتينا به. طلقها وغبر اليوم قبل غدا. الله يهديك المختار. واش غادي نخلي قهوتي ونخلي داري ونمشي نبدا نعاود نقلب من جديد؟ الله يهديك. واسي مصطفى ما حدك باقي ساكن هنا والمشاكل غتبقى تبعك. غير البارح استدعى القده قلت لهم المعني بالامر غير موجود. واش انا غنبقى لك؟ هز وليداتك ومرتك وبات بات الصباح. اش قلتي؟ لا ما عرفت. سهاد اش كدير لبنتي هنايا؟ نوضي بنتي نوضي 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 يلا تدخلي الله يرضى عليك نوضي نوضي عافية بنتي نوضي سعاد. سعاد نوضي بنتي نوضي نوضي الله يرضى عليك نوضي بنتي تدخلي نوضي نوضي يلا تدخلي معايا للدار نوضي نوضي عافية بنتي سعاد. لا رضا عليك نوضي بنتي نوضي.
الله يا اختي الله، هاد الزمان اللي ولينا عايشين فيه كيخلع. والله العظيم اش غنقول لك، شوفي سعاد كي دلات بها الايام كي كانت وكي ولات، ولات مسكينه تبات في الزنقه. اش غنقول لك، الرجال ما فيهم ثقه. واختي هي اللي دارتها لراسها، اش دها تخرج من محاله؟ كانت جالسه في دارها تجلس، الراجل ما دار عيب، تزوج على سنه الله ورسوله. ها حليمه جابها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ الحمد لله حليمه، طول عمرك. جابك الله حليمه. بغيت نسولك، اش درت سعاد؟ واش مازال كتنعس في الزناقي؟ واش غنقول لك، سعاد مره كتبغي تدخل عندي ومره ما كتبغيش، وجينا الله يخلف عليهم، كل واحد كيعطى داكشي اللي قسم الله. اما هذيك بنت الحرام ديال هذيك المسخوطه، مره كتشد الدريه وتحل الشرجم ودير لها بحالك وتسد عليها الشرجم، الله ياخذ فيها الحق. امين. وقولي يا حليمه اختي، سعاد تاني متى غتبقى على هاد الحاله مسكينه؟ لازم نلقاو لها شي حل. واه على البلاد ما فيها مخزن. مخزن اخوتي راه طريقه طويله، وخاصو الجهد وخاصو الفلوس، ومها مسكينه مره كبيره، ما عندها جهد ما عندها فلوس، ماشي بحال هذاك المخلويط ديال هذاك مصطفى، الله يتاليه بالبلا فهاد النهار، الله ياخذ فيه حتى هو الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يدير لها تاويلة الخير. أمين أخوتي أمين، شتكم على خير. دوزي بخير حليمة أختي، خليناك على خير. هادي انتي؟ يا محمد. ندرش من قد الصواب، بغيت غير نسولك. يلا سول. واش بصح غتبيع القهوة هذه وغتمشي شي بلاصة أخرى؟ مالك أنت دابا، نبيع ولا ما نبيعش، شنو دخلك؟ لا المعلم، أنا غير بغيت نقول لك، ولك تعبتي شي بلاصة أخرى وديني معاك. وسير ديها في شغلك، ما باقيش تخشي راسك في شي حاجة اللي ما كتعنيكش. حتى هذا كلام المعلم. أوليدي الله يرضى عليك، اللي ما شوف من حالنا وردني للمليانة مزوقة فيك. الله يسهل عليك، راه بنتي تسطات السي مصطفى، راه بنتي تسطات. أنا مزوقة، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي.
ما الشيطان حجة، ما الشيطان حجة، كيف صعب خير؟ أوليدي طلبوا لي أنا مزوقة في كلمة، طلبوا لي الله يستر عليك. صافي غير كوني هاني الحجة، أنا في العشية دي ما عجتي ما العشية غندوي معاه صافي، وما غير كون غير خير إن شاء الله الحجة. يلا الحجة الوليدي. يلا بدي صعب خير الحجة. يلا الحجة كوني هاني الحجة. يلا بسلام. مرحبا زرتنا البركة، زيدي دخلي. واش انا تاع الدخول اخوتي؟ قولي لي يا سعيد عندك الا اويلي انا على بنيت العلم الله بها فين ضيعه يا صدر ربي. الحاجه نحل الشيطان، شوفي هي راك عملي كاتشي راك تكون غير هما هنايا ولا كتدخل عندي، وزيدونا انا شي سيمانه ما شفتها. مهمتي يا مهمتي يا مهمتي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هو سببها وضيعها على دارها وعلى بنيتها. ما كاين بس ما كاين بس الحاجه غنعل الشيطان وما تبكيش، دابا بنيتك تجي شوفي كاع ملي كتجي راه الناس ديال الدرب هنا كلهم كيتهلاو فيها، حكوني هانيه. اخوتي اخوتي شديتها في البلاد تاعيت، شديتها معايا في البلاد تاعيت، وتقولي واخا جيتها بالسناس لطرطق ومتربي لقبل بنيتها اخوتي. نعل الشيطان الحجة نعل الشيطان، دابا ترجع مسكينة دابا ترجع. الله يستر عليك، الله يحفظك، الله يخلي لك وليداتك لما شدها عندك. الله يخليك ليا جميلة. ويلي حنا راه بنيتنا حنا بنيتنا هاكا عارفة الكبدة الحبيبة. الله يستر عليك. صعيبة الكبدة صعيبة. خليتك على خير اخوتي، نمشي نشوف جيت الجردة ولا في قصر. سي المختار، واه سي المختار فين سيتي؟ جاك الناس سي المختار. سي المختار واش اخبارك؟ هذاك اللي بغى يشرب القهوه مو حلي الكراسه. شنو هادشي؟ شنو نكته؟ واش وقت النكات؟ هاد المعلم ديالك غيجي ولا باغيجيش؟ سي المختار غير وسع خاطرك، هو خرج غير انه غادي يجي راك مقلق والله. ها هو جا عمر طويل. بس سير جيب شي قوان حسابو سير. واخا مختاريك ما خليتك تسنى. وهيقتي يا صاحبي. اه فين كنت؟ ايوا انا جيت. فكرتي بداكشي اللي قلت؟ لا ما عرفت. شفتي عاوتاني هادو اش داروا؟ حتى قلنا تهنينا منهم وغبروا وعاودوا جاو تاني. هي سي مصطفى راه هي ما كدي هاد البلاد مره مره، ولكن كتهرب وكتجي لهنا. مره كيدخلوها الجيران، مره كتبات في الشارع، حتى فضيحه وصافي. مختار شوف لي اللي يشتري الدار. ايوا دابا تكلمتي انت وقفتي على هضرتي، اش غنقول لك؟ دابا راه العقار طايح شويه، غتخلي لي شويه ديال الوقت. ما كاين مشكل. ايوا والقهوه اش غدير فيها؟ لا القهوه غادي نخليها من بعد، نبيع بعد الدار ونلقى شي وحده تكون بعيده من هنا ولا كنقولوا فيها الكراجات باش نحاول ندير فيها قهوة، وديك الساعة نبيع عادي. مزيان. المهم نهار تبغي تبيع القهوة أنا الشاري. مالك كتشوفها صح؟ اللهم فيا ولا في واحد آخر. جدة هاي ماما سعاد. هاكا ولدي عطيها الليمونة. عطيها الليمونة. ماما سعاد هاكا. الله يا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا حبيبي نمشي. Sweet.
بعد. أبنيتي الله يرضي عليك، يلا معايا للدار. يلا بنيتي يلا. سعاد أبنيتي راه رحلو شحال هادي، ما بقاو ساكنين هنا. فين مشاو تا واحد أبنيتي ما عرفهم فين مشاو. يلا معايا للدار الله يرضي عليك. عافا بنتي عافاك. يلا بنتي يلا يلا معايا عافاك. يلا يلا يلا. عيت مع هاد مسخوط الوالدين وما باغيش يفهم. تبقاش دوي على بحال هكا صاحبي، ما تبقاش دوي على بحال هكا. واش عرفتي شكون هذيك؟ هذيك راه حوريه صاحبي. راه كنبغيها. واش عرفتي شنو كنبغيها؟ وكنبغيها عباد الله كنبغيها. واسمعي انت ما دوش الحب خليه. انا راه نوض ليا الحبوب، راه مرضني. فين ما نبغي نطلق الدماغ ديالي كتبوا ليا بهاد بغيت حوريه حوري. انت ما تخصصش لهاد السمعه ديالها صاحبي، ما تبقاش دوي على بحال هكا. راه كنبغيها صاحبي، راه كنبغيها. اسكت اسكت اسكت. صافي صافي اسمعي خليه. تيبغيها خليه. شتي هذا راه قديم، هذا راه تحفه. حطوه في هذاك المحل اللي عساس عليه. شتي ذاك المحل اللي عساس عليه انا؟ هذاك راه دوك التوحات اللي فيه تيعملوا له ملاير والناس دايرين الثقه فيه. شتي هذيك مسخوط الوالدين هذيك؟ راه ما كتعرفهاش مزيان. وخليني ساكت قبل ما نبدا نتشتت. شتي دابا غادي نسيكم في حورية وفي تورية وفي السعدية. واو دايزة مشى على الضواو. قرطاسة خارجة بلا عساسة. غير شفتك وعشقتك. نغضى القرط. نغضى نغضى القرط. نعم امسح الدويدي امسح الدويدي دخلي 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 امسح الدويدي وتخرجوا عليا. انت مالك؟ ما وقع والو صاحبي. اش كتصاحب وقع صاحبي؟ والو والو ما وقع والو. هادشي كاع هو والو. دخلتو وجهك من عند تقني الحبس. كتقصش من الحبس خدمتي ولا عباد الله صاحبي. اسكت اسكت اسكت. تمنى اول مره غنديروها صاحبي. والتشي راه هادي عندنا حنا، ما كاين حتى مشكل صاحبي. ماك مرعوده صاحبي مالك؟ هري هري الله يرضاك. كنضرب وما باغيش نضرب. والله يلاه راه قلت لك كنضرب.
سارة سارة نعم الماتيش كاين هذيك المساعدة الجديدة اللي جات الصباح سميتها مالها؟ اه مالها؟ قول لها واحد السيد جا كيتسنى فيك في الباب واخا نقول لها مالك؟ مالك؟ بغيتيني صافا مالك شوفي واحد السيد كيتسناك في الباب على برا شي حد كيسول فيا فيك انت وي هذا انت؟ علاش كيشي خو من غيري انت عارف بلي انت اللي كاين وما كاين ما احسن عاود نسمع وصافي بلا ما تحشمني علاش جيتي دابا صراحه توحشتك مع النهار الاول ديالك في الخدمه قلت نجي ندوز نطمن عليك كلشي مزيان الحمد لله ياك ما تما شي واحد تيتبسل في الخدمه والله حتى دابا ندخل نخنش شبوه لا لا ما كيتبسل عليا حتى واحد فين ما نضطرات بعدك تكملي فين حبستي البارح هاكا مولتي الله يرضى عليك امين الله يرضى عليك ابنيتي مالك هاي هاي حني كتمنورين صافي يا لالا بلا ما تهضري واش هاك فاضحك ياك بعدا شكون هذا اللي جا عندك خطيبك جا غير يسول فيا كيف غادي اول نهار الخدمه ديالي اييه يا لالا سعداتك به رومانسي بان ليا بزاف ايوا مزيان عرفتي انا توحشت ولدي بزاف هادي شحال ما شفتو وزيري معانا دابا واش ولدك ولا راجلك قولي بجوج عاوتاني ابنادم راه قلنا لك ما بقاوش ساكنين هنا واش تفهمي العربيه رحلوا ما بقاوش ساكنين هنا خليني نرتاح الله يرحم لك الوالدين وبزاف مالك أولي حميد جدك حتى أنت أطيح لك الضيب هانت وحش في المعلمة وانت وحش حتى القومة هذه إيوا أنا راه هضرت لك مع المختار باش تبقى خدام معاه واخا المعلم هذاك السيد ما غاتفاهمش أنا وياه زقرا زكار ماشي بحال هكا المعلم المهم انت دابا ملي تجلس معاه وتفاهموا ديك الساعه تيبقى جولكم وبيناتكم المهم انك تبقى خدام فين هو دابا هو باقي ماشيش واحد السلام عليكم وعليكم السلام سي مصطفى يلا سيدي سي مصطفى كنظن دابا هذه كلها بلاصتي عندك الحق سي مختار قهوتك هادي دابا تشرب شي حاجه المعلم هايلك كنتي غتخلص عليه مرحبا حتى هذا كلام اش تشرب المعلم شكرا اولدي حميد انا جيت غير نعطي السويرتات للمختار ونتصرفت معاك سيجيب لي شي قهوه الصوره المختار ديك الساعه انت اللي بغيتي تبدلهم من بعد شغلك هذاك ضروري غادي نبدلهم
قال لك ربط تلقى ما تلقى. حميد معلم انت وحشك بزاف. اش دابا هو غادي طالع الحارق؟ سير جيب لنا قهوه سير. سي مصطفى ما نوصيكش من الاحسن تخبر ما تبقاش مال هنا، خصوصا داكشي اللي وقع عليها مؤخرا. امها اللي ماتت بالفقصه كيبان لي ما فراسك والو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واش دابا هاد القهوة ما شربوهاش؟ هاي المعلم موجود، هاي هاني المعلم. غادي تجلس تما نتفاهمو معاهم. حتى هذا كلام أنا المعلم. اولا غتحيد هاد الكلمه حتى هذا كلام حتى هذا كلام. سعاد الله يا خوتي الله، واش هاد الحاله اللي انت فيها؟ الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. عقلتي عليا سعاد؟ انا السعديه عندك وليدات انت ياكي؟ عندي يا سعاد عندي، الله يفيهم ويحمي معاهم. أنا عندي لطيفة تلعب معها كل نهار، كل نهار كنلعب معها. تلعب معها؟ سعاد يلا معايا للدار، الله يرضي عليك. يلا معايا للدار، الله يرضي عليك يا سعاد. يلا معايا، الله يشوف من حالك. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشوف من حالك. شوفي ع صبري صبري، انا غنمشي نعيط لومبيلونس ونجي عندك. ع صبري صبري. دكتور اش كديري انت بعدا هنا؟ ممنوع تدخلي البلوك. اسمح لي دكتور، انا جيت مع هذيك السيده اللي بغات تولد سميتها سعاد. مبروك تلات عندها بنيتها. الحمد لله الحمد لله على سلامتها. دكتور بغيتي تقول لي شي حاجه؟ هو في الحقيقه لي زانفيرمير جاوا باش يهزوا البنت. السيده بدات كتغوت حيت ما بغاتش تطلق منها. وعلاش؟ شداتها واحد لاكريز ودوكينا لها واحد البر باش تكلم شي شويه، دابا راه نعسات. مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسيده ما عندها حتى شي حد؟ عند الله سبحانه وتعالى. ايوا انا خصني ندير الاجراءات القانونيه. السيده ما مجوجاش، ما عندها لا هويه لا حتى شي حاجه، وزيدوا السيده مريضه نفسانيا. انا ما يمكنليش نخلي لها لو بيبي. دابا هاد الهضره كلها دكتور كتقولها ليا باش تشدوا البنيه عندكم. لا لا واش تقدري تكلمي؟ هادشي اللي كنقول لك انا مصالح البنت. وزيدوا انا داخله السبيطار بلا ورقه بلا جوج. صافي، عام ما عندها لا ورقه لا جوج تموت هنا. انا كندير القانون، والله يخليك عافاك ما توقفي ليا هنا. اختي اختي عافاك سمحي لي، هادي البنيه ديال سعاد؟ اه هي هادي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، دايره بحال شي ملك. تبارك الله. ماما سعاد
ماما سعاد. ماما سعاد انا جايه، انا نازله عندك دابا. ماما سعاد، يلا نمشي. يا ماما عفاك. رابرت الحال، شوفي مبقى حتى واحد في الشرطة. يلا نمشي. السيدة اللي دويت لك عليها الصباح مسكنة اونديكابي، دارت اكسيدون هي وراجلها، راجلها مات الله يرحمه، وهي مسكنة تشلت نصها اليمين كله، ما كيتحركش، ما كدويش وما كتمشاش، وعندها حالة نفسية شوية. مهم عافاك، بغيتك تهلاي فيها مزيان وحطيها في عويناتك، الله يعطيك الستر. تكوني هانية مدام. وي دخل. بونجور سارة، احسن بنت عندي هنا في المؤسسه هي اللي غادي تهتم ان شاء الله لاله مليكه. هذه لاله مليكه نازله جديده عندنا، وهادو وليداتها بلال ولطيفه. مرحبا بك لاله مليكه. غادي تهلاي فيها مدام ياك. كونوا هانيين، غنديرها في عينيا. ميرسي. دونك كنظن صافي نمشيو. لا عفاك سارة، خدي لاله مليكه الشومبر ديالها. ديما مدام اش من شومبر فين ديها؟ خديها ل خدي ال 18. داكو. اسمح ليا. كونوا هانيين، غادي نتهلاو فيها ان شاء الله، ما يخصها حتى شي خير. النهار اللي تحتاجوا تبغيو تسولوا فيها باغ تليفون ولا تجيو مرحبا، المؤسسه مفتوحه لكم. ميرسي مدام. ميرسي مدام. طيب ان شاء الله نجي عندك انت الاولى. تبغي نجي عندك انت الاولى؟ ولكن خصك تنسي. هذه السيدة اللي جات جديدة، هذه هي لاله مليكة. عاونيني عافاك. ساليتي ماما مسعود؟ لا صافي ساليت. صافي غير سيري شوفي لي زوطخ شومبر. داكوغ. شوفك غدا ماما مسعود. لاله مليكة، أنا غنمشي نجيب لافاليز ديالك واخا، ونخليك مع ماما سعاد.
you.